تلك الجميلة وهو يبارز الأعداء. ائتوني ب من تريد؟ أحمد بن الشمري. أبشر به يا سيدي، أقرب من زرارة. هيا شرح بي. أحمد، أحمد، أهلا إلى أراك. أهلا أهلا. هل هذا أحمد أم إنك لابس كركم؟ كركم؟ كر تفضل. السبت أنا أوريك السبت. إيه يا أهل المسكين. والله لا أطلع السبت. ما هذا؟ هذا أحمد الشمري. إنه ابن عمك. نعم. أنه ابن عمه. هيا واحد. ما شاء الله. اثنين. اذهب إلى ابن عمك. اهلا بك. انه هل انت يوزرسي؟ تفضل تفضل. هل هذا ابنك يوزرسي؟ لا، هذا مفتاح من عمك الشمري. الصوت الجميل. هيك الله. تفضل. تفضل بالجلوس ولا تجلس، بل كن واقفا. واقفا باستحياء وخجل على ما ارتكبته في الفتره الماضيه. اريد ان اتحدث لك. هل هذا طلب الزواج من ابنتك جميلة؟ إنه صحيح. وهل وافقت؟ إنه لا. إنه لا. ليه؟ ليه بعد حين؟ ليه؟ ستاند اب. لا تريد؟ يعني ما جلست على ماذا؟ نعم. جلست على ما التركي. أجلسه؟ إيش هذا المقولة؟ طيب. طيب. ما هو رأيك في هذا الشاب؟ ما شاء الله. جميل. جميل جدا. إنه جدا. وهل ستزوجه ابنتك؟ هلو أنت؟ إيش؟ أنت تجوزك بنتك؟ لا، هو تقدم إلى بنتك. تقدم إلى بنتي؟ أيوة. أنا وافقت. ليه؟ أنت؟ إنه وافق. وافق. توافقني الرأي؟ أفضل. أنت ناقص الرجل، ناقص أحمد. لو أريد الإطارة معك فأنت للأسف بكل تجرد. لا. ها؟ إيه، حاول تحمس. لا لا. أنت؟ لا. لا أقول لا. أنت؟ ابن العم. انت لا. لا. انت لا. لا تستهبل انت، كيف تقول لا؟ تضحك. لا. انت لا. لا لا. انت معنا في البرنامج. معنا ابن العم. ابن العم. ابن العم الفنري. هل تبقى كثيرون يا مشعل؟ مشعل عتيبي. مشعل عتيبي. من تبقى؟ لا نريده. بعض مكان. الله يطول عمرك. غالي. ابعد حيا.